السلام عليكم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من صوت الناس في رمضان. ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. حاجه تزعل انك تقعد تتفرج على المنتخب وهو بيلعب كرواتيا وبعدين يتغلب 4-2. تزعل بس في نفس الوقت هتتبسط كمان ان المباني حلوه والاضاءه جميله والبهرجه خدت عينك، بس تزعل على النتيجه. على فكره قبل ما اكمل احب بس اقول لبعض الناس اللي بيقولك اصل دول بيكرهوا البلد، لا والله احنا برضو بنحب البلد وبنقعد نتفرج بقلبنا على بلدنا، ولما بنشوف مبنى جديد حلو وجميل ولا حاجه بنقول الله جميل، ولكن احنا عندنا رؤيه يعني النظره مش ضيقه كده، كبيره. بنبدا نقول حلو المبنى ده، احنا عملناه بكام ومنين، فنبدا نشوف ان احنا خدنا قروض علشان نعمله، وبعدين القروض دي عملت علينا فوائد ديون وديون وقصص كبيره قوي. في بعض الناس بتشوف ولا بص مصر، شوف الاضاءه، اضاءه ايه يا جماعه؟ حلو، انا مش هقول لك لا، مناظر جميله، بس احنا دفعنا فيها قد ايه وجبنا منها كام؟ هي الامور بتتحسب كده. فالنهارده الناس زعلانه علشان اتغلبت وكاس العاصمه عاصمه مصر راح لكرواتيا. انا معاك وزعلان، بس انا زعلان اكتر على اللي بيحصل في غزه، وزعلان اكتر على الناس اللي بتموت، وزعلان اكتر على البيوت والاعراض والدنيا واللي حاصل، ولكن كل حزن بمقداره. اكيد مفيش واحد هيزعل على مباراه كره قدم زي ما واحد هيزعل على اللي بيحصل في حياه 2.5 مليون انسان. طيب اللي حصل للمنتخب النهارده ومنتخب مصر عموما بيمثل حاله مصر. هقول لك ازاي. يبداوا يرفعوا سقف التوقع، ويبداوا يقول لك احنا هنبهر الدنيا، ويستلفوا ويبنوا ويعملوا حاجه حلوه بالمناسبه، بس بيعملوها ب 8 9 10 اضعاف ثمنها الحقيقي، لانهم عايزين يعملوها بسرعه. ومع اول احتكاك ومع اول منافسه حقيقيه بيتكشف كل حاجه. ايه اللي حصل؟ انت منتخب مصر بالعاده لما تبقى عندك ماتشات وديه بتروح تجيب ناميبيا، لاوندي، بوروندي، يا هندي، حاجات كده تجيبها تكسبها 2-0 3-0 5-1 وتحس انك بتعمل حاجه. وانت بقى تفضل تقول يا سلام ده احنا جامدين قوي، جبنا جون، يا سلام شوفوا مصر ازاي. واول ما تحتك وتعمل مباراه حقيقيه مع منتخب زي كرواتيا كده تقول ايه ده، احنا ايه المستوى الوحش ده، ايه الجون التاني ده، ده اللعيب ما كانش فيه حد ماسكه، ده جه حط الكره بيده، قياس ايه ده، ده اللي حصل في مصر. احنا بنقعد نبني نبني نبني، واول ما المطر ينزل يشيل الطرق اللي بنيناها والطرق اللي عملناها، والميه تدخل البيوت، ونكتشف ان اللي احنا عمالين يتقالنا انه عظمه انه في الاخر شويه ميه بتعطله ولا بتشيل الطرق. اظن حضرتك شفته ده قبل كده. طب هتقولي هو انت بتتكلم الكلام ده شماته في مصر؟ حاشا لله، لا اللي زي يشمت في مصر، ولا مصر تستاهل مننا حد يشمت فيها، بس مصر تستاهل يحكمها ناس بتفهم. لازم عندنا نهضه في كل حاجه، بس النهضه ما بتجيش ما ايه ان احنا البنيان هو اللي بيعمل تطور ونهضه وتقدم، لا، العمل، الوظائف، المصانع هي اللي بتعمل تطور الحاجات التانية. انما تطور البنيان اللي هو نهضه البنيان، مش نهضه الدوله، مش نهضه الشعب، دي بتيجي على الناس بالخيبه والوكسه في الاخر. اتمنى حضراتكم تبقوا فاهمين احنا بنتكلم في ايه. احنا بنحب بلدنا جدا، وبنحبها تبقى ماشيه على الطريق الصحيح. عمرك شفت في العالم حاجه اسمها كاس عاصمه؟ مثلا نروح على الدول الكره فيها جامده جدا. عمرك شفت مثلا كاس عاصمه بريطانيا؟ طب كاس عاصمه ايطاليا؟ عمرك سمعت عن كاس عاصمه اسبانيا؟ هو الراجل عامل حاجه عايز يسوقها، واخد بالك؟ فالناس اللي جايه دي كلها جايه على حسابك وانت بتدفع لها، والشعب بيسقف، ويلا نسقف يا جماعه ونقول حاجه حلوه وجميله وهي. والواقع، الواقع تعالى اقوله لك. الواقع ان رئيس الوزراء طالع يقول لك لحد النهارده اهو ان احنا يا جماعه وضعنا صعب. هقول لك الكلام ده كمان شويه، بس اقول لك الواقع الأسوأ انهم بيشيلوا بيوت الناس في اسكندريه في الماكس. الحكومة قررت إضافة 344 ألف متر مربع لمينا اسكندرية، وبناء عليه هيتاخد بيوت ناس ويتنزع ملكيات للمواطنين بناء على القرار اللي طلع
قدام حضرتك ده قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 2024، قال لك بالاطلاع على وبالرجوع إلى المهم يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الأولى من مينا الماكس اسكندرية، يستولى بطريقة التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة لمينا اسكندرية على الأراضي والعقارات اللازمة. خلاص يعني بيوت الناس اللي أوياهم في حرم منطقة المينا اللي عايزين يعملوه في الماكس هينزعوا ملكيتها تحت مسمى المنفعة العامة. ده واقعنا. طب هتقولي ما هم بيعوضوا الناس بجد؟ احنا ده سلو بلدنا، احنا عارفينه بيعوضوا الناس بجد؟ يعني لو خدوا منك حاجة بعشرة مليون بيدوك العشرة مليون؟ ولا بيجيبولك خبير مسمن تبعهم حبيبهم يقولك والله دي خير توبها 3 مليون؟ وطبعا هم الكوميشنات والعمولات والكلام ده. انت عارف ان الفساد في بلدنا بقى زي الادرينالين بيحطوه في الدم. ده الواقع في بلدنا، ده الواقع. انتوا فاكرين لما الناس اعترضت، يعني انت عايز تبيع راس الحكم ورحت بعت وخلصت قبل ما ترجع للناس، عشان تعرف ان المواطن المصري ده اخر حد بيدوروا عليه، باع للامارات وقبض وكيش، وبعدين راح بقى كامل الوزير يقعد مع المشايخ ومع الناس هناك العرب اصحاب الارض ولا حق انتفاع ولا حاجه، ده ارضهم. وبعدين لما واحد قام يساله ما عجبوش السؤال، شتمه وزعق وزمجر. يعني ايه مواطن يسال سياده الفريق؟ ما انت ما بتتعاملش بقى، ما بيتعاملش معانا على ان هو محافظ ولا وزير، هو سياده الفريق اللي بقاله 20 30 سنه بيقول اوامر وسته استعد وبالامر وكدر نفسك والكلام ده كله. فلما يجي يتعامل مع المدنيين هيتعامل معاهم ازاي؟ بالامر برضه. فالنهارده بيتم ضم اهو 344 الف متر من الماكس لمينا اسكندريه عشان يعملوا مينا جديد في الماكس او يوسعوا حرم مينا اسكندريه. وكل المنطقه دي انا عندي خريطه لو توريها لي ونشوفها مع بعض، خريطه بتوضح مينا الماكس في اسكندريه والاماكن اللي هيتم الاستيلاء عليها لاحقا. شايف الاصفر ده كله؟ كل ده في بيوت واهاوي ومحلات وعماير كل ده هيتشال، كل ده هيتم انتزاع ملكيته. مين اللي هينزع ملكيته؟ الدوله يا جماعه. بالقانون، كله بالقانون، كله بالقانون. طيب اللي ليهم بياخدوه، طب واللي لينا احنا؟ ان الاسعار تبقى كويسه، البلد تمشي كويس. حاصل؟ تعالى برضو نفتح الملف اهو، بيقول لك مليار و7 من 10 مليار دولار دي القيمة المالية للبضائع المتراكمة في المواني اللي هيتم مصادرتها. ده توجيه من رئيس الوزراء البشكاتب مصطفى مدبولي. التفاصيل قدام حضرتك اهي، هنشوفها مع بعض. شفنا العنوان، تفاصيل بتقول لك ايه؟ بتقول لك وجهت وزارة المالية بمصادرة بضائع في المينا بقيمة مليار و7 من 10 دولار او 1.7 من 10 مليار دولار، تم انهاء جميع اجراءاتها الورقيه وتم توفير الدولار بالبنوك، ولكن اصحابها رفضوا استلامها. فهيعمل ايه؟ هيصادرها. طيب تعال بقى نشوف حد بيفهم في الاقتصاد يرد على الحكومه. ما هو ده كلام الحكومه، بتقول لك والله احنا الناس اهو البضاعه بتاعتهم موجوده، وفرنا لهم الدولارات وخلصنا ورقها، وهم مش عايزين يستلموها، فهنعمل ايه؟ هنصادرها. يرد عليهم مراد علي، دكتور مراد علي، على خبر مدبولي ده بتاع مصادرة البضائع. كتب على حسابه على منصة اكس، مش ينتقد، لا، على حسابه على فيسبوك، بيوضح. يعني بيقول لك ايه؟ بضائع ثمنها 1.7 من 10 مليار دولار رفض اصحابها استلامها بعد ان ظلت عالقة في الجمارك عدة اشهر لعدم توافر الدولار. تفسير رئيس الوزراء ان اصحابها بينتظروا انخفاض الدولار. هل معقول ان يخسر تاجر بضاعته انتظارا لانخفاض الدولار 3 او 4 جنيه؟ الا يوجد احتمالات اخرى مثل ان يكون التجار افلسوا او يتوقعون عدم القدره على تسويق المنتجات لانخفاض القدره الشرائيه في المجتمع، او مثلا تكون الارضيات المطلوبه والتامين والدولار الجمركي الجديد اكبر من قدرتهم، او يجعل البضاعه غير مجديه للبيع، او تكون البضاعه فسدت بعد مكوثها شهور في الجمارك. اليست هذه احتمالات حقيقيه واقرب للواقعيه في تفسير رئيس الحكومه البعيد عن المنطق؟ منطقي الكلام جدا. بضاعة فضلت في الجمرك 6 شهور و7 شهور، ليه؟ لأن الدولة كانت فاشلة إنها توفر لك الدولار. فجت الدولة دلوقتي بتقول لك في دولار،
انا جايب مثلا نوعيه بضاعه ممكن تكون النوعيه دي بتفسد بعد شهرين ثلاثه، ففسدت، فلا يصادرها ويدفعك، عشان رئيس الوزراء شايف ان دول متآمرين. ليه؟ لانه ما اللي ما قدرش على مش عارف ايه بيتشطر على ايه؟ على البردعه، مش قادر يظبط السوق فيدي لك خبر يوحي لك ان هو بيحاول وانه جامد جدا، بس التجار هم اللي وحشين. واهو نفس القصه اللي كنا بنتكلم فيها امبارح، هم شغالين فيها. رئيس الوزراء رفع التجار لاسعار السلع الغذائيه، هو اللي قفز بالتضخم لارقام فلكيه. يا جماعه الارقام كانت حلوه والدنيا جميله، بس التجار الوحشين اللي لازم نخاصمهم كلنا وما نكلمهمش تاني هم اللي خلوا التضخم زاد، مش التصرفات السيئه للحكومه، مش الرؤيه الاقتصاديه الضحله والمعدومه للنظام بالسيسي بمدبولي بمعيط بمنطات الحيط، لا ده التاجر هو اللي خلى التضخم في البلد يزيد. الشركات الحكوميه ترفع اسعار تسليم السكر للقطاع التجاري لنسبه 33%. طب انتم امبارح يا جماعه قلتوا لنا ان السكر والسلع هتنزل، يعني رئيس الوزراء امبارح قال لك انا قعدت مع التجار والتجار يعني قالوا لي ان السلع هتنزل 20% وبعد العيد هتنزل 30%. ايه اللي حصل دلوقتي؟ ان السكر نفسه اول حاجه بداوا بيها ايه؟ وده مين اللي بدا؟ ده الحكومه. الحكومه بتقول لك هيزيد ثمنه 33%. طب نشوف راجي عفو ربه ده بيرد عليهم اهو على تويتر وبيقول لهم، يعني العبقريه بيقول مدبولي الحكومة هتوفر 3 مليار جنيه لشراء السلع الأساسية لتوفيرها بسعر مناسب ومنافس للتجار، خبر عاجل. شركات السكر الحكومية ترفع سعر توريد السكر 33% لارتفاع التكلفة نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة. لا تعليق. اللي هو منين أنت بتقول لي هننزل الأسعار ومنين أنت كحكومة؟ مش التجار يا جماعة، مش التجار، الحكومة أهي، الحكومة هي اللي زودت سعر توريد السكر 33%. الحكومة خبر اهو، سعر تسليم السكر للقطاع التجاري زودته الحكومة 33%. انتوا بتنزلوا اي خبر وخلاص؟ يبقى يا جماعة احنا بنتكلم عن ان تعليق المشكلة في رقبة الحكومة في رقبة التجار ده كلام فاضي، لان الحكومة نفسها هي اللي زودت سعر السكر دلوقتي التلت على الأقل. طيب الحكومة بتقول لك بدأت في سداد مستحقات الشركاء الأجانب في المشروعات البترولية، سددوا حوالي 20% وقسطوا الباقي. طيب يبقى الحكومة لو معاها فلوس والدولارات حلت وهلت ووفت وكفت مش كانت سدت اللي عليها كله؟ صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم التنويه خلال الاجتماع الى بدء الحكومه سداد مستحقات الشركاء الاجانب العاملين في المشروعات في مشروعات البترول في مصر باجمالي 20% من المتاخرات وذلك خلال خطه. طيب يعني الفلوس ما كفتش وما زادتش وما نغنغتش ولا حاجه، بدليل ان احنا ما سدناش كل حاجه وزي ما هم بيقولوا. طيب نروح على العربي بوست اللي بتتكلم برضو عن الخسائر اللي حاصله للتجار في مصر، اللي مصطفى مدبولي بيقول لك هم سبب التضخم. تعرض سلعا حكوميه بجوده اقل واسعار رخيصه متاجر اهل رمضان تتسبب في خسائر لتجار مصر. يعني تجار مصر حصل لهم خسائر بسبب ايه؟ معارض اهل رمضان. ليه؟ لانها اهو الخبر بيقول لك انها بتعرض سلع باسعار رخيصه مقارنه مع المحلات العاديه وبجوده اقل، الامر اللي تسبب في خساره كبيره للتجار امام الاقبال الكبير للمواطنين. طيب يبقى التاجر يا جماعه مش هو اللي عامل لكم مشكله ولا حاجه، اللي عامل مشكله هي اداره الدوله والحكومه والوزاره والناس الحلوه اللطيفه دي كلها. رئيس الوزراء بينتقد نظريه بعض تقارير الاسعار، بيقول لك ايه؟ بيتقال لي انت نازل سوبر ماركت بتاع الاغنياء، واخد بالك؟ أو يعني بينتقد الراجل اهو في الخائف. خلونا نقرا التفاصيل. بيقول لك ايه؟ وجه مصطفى مدبولي الفرق المتابعه مش عارف ايه في افرع السلاسل كلها على مدار الايام المقبله لتقديم تقارير وافيه عن اسعار السلع، ونوه خلال مؤتمر صحفي ان بعض التقارير تتحدث عن انخفاضات الاسعار احيانا تكون نظيره معقد، يعني تنظير يعني مش اكتر من كده. وبيقول دايما بجادل معاكم
ويجي لي الرقم وانزل انا الاقي حاجه تانية. ايوه يا باشا، الارقام حاجه والواقع حاجه تانية خالص. واللي مسؤول عن ده الدوله، يعني الحكومه، مش الناس، مش التجار، لا الشعب ولا التجار. والمفروض تقوم بدورك، يعني انت ما تبقاش راجل قاعد كده ملبسينك العمه وبيجيبوا لك ارقام وانت بتقول امين ومبسوط. لا، الوضع سيء، ومن سيء لأسوأ، شئت ام ابيت، فقدرت ولا ما قدرتش، ده اللي حاصل في البلد. طيب نروح على خبر تاني برضو، عشان بيقول لك فاكرين يوسف الحسيني والناس اللطيفه اللي قالت لك دلوقتي بعد ما سعر الدولار بقى واحد ومفيش سوق سودا، انت عارف ان في سوق سودا طبعا، المصريين بقى هيبعتوا ومحد مش هيبقى فيه سوق سودا مره تانيه، والدولارات هتيجي عبر البنوك المصريه. طيب اجمالي متحصلات النقد الاجنبي الوارده الى مصر تتراجع بنسبه 24%، تمام، وصلت ل 121.9 مليار دولار، يعني التراجع تقريبا الربع. محدش بيثق في الحكومه، محدش بيثق في البنوك بتاعه الدوله، ففي تراجع مستمر زي ما حضرتك شايف. طيب اعلام السيسي بيعمل ايه؟ اعلام السيسي اي حاجه دلوقتي يقولها مدبولي يسقفوله. عارف انت لما تطول الحبل علشان اسمه ايه ده اللي بيجره السيسي يبقى برضه في المشهد وعنده حضور وراجل شطور، يعني تلاقي اعلام، هتلاقي يوسف الحسيني بيقول للتجار، ما بيقولش للحكومه دلوقتي، لان الهجمه التنويه نازل رايح قولوا او كلموا او هاجموا التجار، ما حدش يهاجم الحكومه. بيقول ايه بقى؟ ما تشتغلوناش بقى، كفايه اشتغالات ومضغ غلبان على الفاضي، اللي مش هيجي بالطبطبه مش هياخد غير الكهرباء. يا ولا ايه السجع الجامد ده؟ ده انت جامد قوي. ايه مش ده برضو اللي كان بيقول لك الدولار مش هيوصل 20 جنيه؟ ده التوجه العام دلوقتي، هاجموا التجار يا جماعه، والحكومه زي الفل، والاسعار بترخص، والبلد جميله، والتجار وحشين، ما تكلمهمش وما تلعبوش معاهم تاني. تعال شوف بقى الاستاذ احمد موسى وهو بيقول لك رئيس الوزراء بيضرب بيد من حديد. والله يا عم، يعني رئيس الراجل ده راجل غلبان جدا. فين بقى؟ ولا يد من حديد ولا منتهى الشده النهارده. نشوف مع بعض. منتهى الشده النهارده، منتهى التوجه من الحكومه اليوم من اجل الشعب. وقال لهم من بكره، مش من بكره، قال كده من بكره. وهينزل رئيس الوزراء النهارده، قال ايه كمان؟ كل مجلس وزراء كل الجهات المعنيه في مجلس وزراء تنزل من بكره، انزلوا المولات والسلاسل التجاريه والماركت، وانزلوا كلكم، قال لهم كده انطلقوا، صوروني من والله عمل كده النهارده. خلاص انا الحكومه جابت اخرها، يعني انا وفرت لك كل فلوسك، كل دولاراتك يا راجل، ده انا بوفر لك. الله، قال لهم كده انزلوا. ده لما يحاول يوهمك ان في حاجه بتحصل في البلد، ويحاول يوهمك ان التاجر هو المسؤول عن اللي حاصل. يعني الغلاء اللي حاصل ده مسؤول عنه الحكومه، وانا جبت لك يعني السكر كمثال. السكر الحكومه زودته 33%. طيب اهو زي ما قرينا الخبر مع بعض، الشركات الحكوميه ترفع اسعار تسليم السكر للقطاع التجاري بنسبه 33%. اهو من الدوله مش من التاجر يا بيه. عايز اشوف الناس شايفاك ازاي والوضع الاقتصادي عامل ازاي؟ تعال نشوف مع بعض. بلومبرج بتقول لك الازمه الاقتصاديه أجبرت المصريين على تغيير نمط حياتهم وخفض استهلاكهم من الطعام، وبتقول المصريين بيلجأوا للتقشف بالرغم من مليارات الإمارات. دي بلومبرج وبتنقل عنها العربي بوست. طيب أقول لحضرتك خبر هم محدش هيقوله لك دلوقتي عشان حضرتك مش فاضي وبتتفرج على الحلقة الأخيرة امبارح من نعمة الأفوكاتو، والنهاردة بدأوا جوادر ولا ما نعرف اسمه ايه، والعتاوله، واحمد هيجي هيلاقي ابنه. تخفيض اوزان الخبز في مصر بعد رفع سعر الوقود. شفت رغيف العيش ده اللي انت بتقول ان هو وزنه قليل ومش عاجبك، اللي هو قبل كده كان اكبر وبعدين قل وبعدين دلوقتي قل اكتر. ده اللي بيقوله لنا الخبر، اللي بيقوله لنا العربي الجديد زي ما حضرتك شايف كده. وفي التفصيل بقى تعال نشوف. بتقول لك قررت المخابز الخاصة في مصر خفض أوزان المخبوزات ب 15% من أحجامها لمواجهة الزيادة في تكلفة الإنتاج، تمام؟ وغاز الطهي، يعني السولار غلي والغاز غلي من 21% و 33% الخميس اللي فات. وده مش مسؤول عنه التجار يا جماعة، ده مسؤول عنه الدولة. وبناء عليه التاجر هيعمل إيه؟
هيقلل حجم الرغيف. حضرتك مش تاخد بالك طبعا في رمضان علشان الناس مشغوله وبتاع والمسلسلات والنهارده الماتش وامبارح كان مش عارف ايه، ولكن الرغيف اللي كان صغير ده حجمه قل 15% على الاقل. طيب تعالوا نشوف الاسعار النهارده ايه، والاسعار دي مسؤول عنها الحكومه مش التجار، عشان اللي بيحكم البلد الحكومه مش التجار، علشان اللي عنده وزاره وشرطه وبيظبط الاسواق الحكومه مش التجار. تعالوا نشوف الاسعار النهارده اخبارها ايه. اسعار اللحوم النهارده من اللحوم البلدي من 450 ل 480، الجملي من 300 ل 350، خضروات بصل 25، طماطم 10، اسعار الدواجن فراخ بيضه 115، بلدي 130، فاكهه استفندي 15، فراوله 15، عيار الذهب 18557، 21 3030، طن الحديد 49000، طن الاسمنت ب 2700 جنيه، وده مسؤول عنه، دي اسعار الحكومه مش اسعار التجار. طيب لسه لحد دلوقتي بياكدوا لنا ان الاسعار مش هتزيد، مع ان الاسعار زايده قدام حضرتك، كنت قاري معايا وانت شايف في الشارع. يطلع امين اتحاد الغرف التجاريه يقول لك زياده اسعار السولار لن تؤثر على اسعار السلع، ده ترد عليه تقول له كذاب يا خيشه، لان اي حاجه في مصر ليها علاقه ولا ملهاش علاقه بالسولار والبنزين وبالغاز بتغلى بمجرد ما يبقى في اشاعه ان هيبقى في زياده في اسعار المحروقات. طيب تعال نشوف الناس، يعني ادينا سمعنا الحكومه بتقول ايه ورئيس الحكومه والمطبلاتيه واحمد موسى، تعال نشوف الناس وغضب الناس واراء الناس بتقول المهم عندي، وهنشوف الفيديو ده، واستعدوا برضه عشان تكلمونا وتقولوا لنا ايه اخبار السلع حواليكم، وايه اخبار السلع اللي لاحظتوا انها غليت اليومين اللي فاتوا دول، مع تاكيدات رئيس الحكومه ان السوق تمام وان التجار هم السبب مش الحكومه. تعالوا نشوف بالصوت والصوره اراء حضراتكم. شكرا للحكومه المصريه على تنا البنزين تاني والزيت تاني والاكل والشرب تاني، وكمان المفاجاه المره دي السولار ارتفع من 8.5 ل 10 اللتر. شابو، كل سنه وانتم طيبين. انتوا بتتبطروا يا جماعه والله، يعني انتوا شكوى البنزين غالي، البنزين غالي، البنزين ايه؟ انتوا يعني فاكرين الموضوع اسعار وبنزين وفلوس موضوع اعلى من كده، اعلى من كده، حاولوا كده ترتقوا بفكركم فوق شويه كده عشان تفهموا مغزى الامور، وما تاخدوش كل حاجه على اعصابكم كده. انتوا عارفين الناس لما بتتجوز بعدها بكام سنه كده يقول لك ايه؟ احنا زهقانين، الحياه فيها روتين ورتابه واحنا ملينا، ها؟ فهي الحكومه بقى استشعرت ان انت بتضايق من الرتابه والملل، فقررت ان هي تعيشك كل يوم في اكشن. شغل رخيص مش اكتر من كده. الحكومه تقريبا بقى لها فتره كبيره جدا ما طلعتش ترند، فزعلانين قوي. الحكومه طالعه عماله بتقول ان هي مالهاش دعوه باللي حصل وان هي مش مسؤوله عن اللي حصل، وراجعوا كلامهم. الناس بقى لما بترجع كلامهم الحكومه بتتقمص، بتنزل لهم كام فيديوهات يعني اقل ما يقال عنها ان هي مالهاش لازمه. مش كفايه مش قادرين ياكلونا ويشربونا، لا ده كمان عايزين يضيعونا المقاطع بتاعت الانترنت اللي احنا بنتواصل مع بعض بيها ان احنا برضه نتفرج عليهم. كفايه فرجه بقى، تخيلوا ان مصر بيحكمها حكومه الغرب مسمينها حكومه الاقزام. في ايه بعد كده؟ والله بقولها وانا قاعي ما اقوله، الحكومه خايفه من السوشيال ميديا، كلامكم مهم يا جماعه، كلامكم مهم ان الاسعار تنزل، كلامكم مهم ان الناس تعرف تعيش يعني عيشه كويسه، كلامكم مهم ان نحاسب الناس اللي عماله بتضيع الفلوس اللي داخله وخارجه من البلد دي بدون جدوى ولا يعني بدون حسابات. حضرتك بتقول انا ما وعدتكوش بحاجه، لا حضرتك وعدتنا 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 ان احنا ان انا هغنيكم، وعدتنا ان انا هحولكم، اصبروا سنه، اصبروا سنتين، اصبروا شهرين، اصبروا ثلاث سنين، حضرتك وعدتنا بحاجات كتير، والمحصله ان احنا ما بقيناش قادرين نعيش. أرجوك يا سيادة الرئيس، نظرة عطف للشعب المسكين اللي ماشي عارف الشارع 24 ساعة، إحنا مش عارفين لا ناكل ولا نشرب ولا نتعالج، إحنا عايشين بالكاد. أرجو 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 من حضرتك. إحنا أغنياء قوي وهبنا الأصول الرئاسية، لما بنيت أصول رئاسية وجبت واشتريت طيارات رئاسية جيت قلت إحنا فقراء قوي، إحنا فقراء قوي. ولما الناس اشتكوا من غلاء الأسعار رحت طلعت قلت عايزين تقضوا على غلاء الأسعار؟ أه؟ الحاجة اللي بتغلى ما تشتريهاش. الحاجه اللي تغلى ما تشتريهاش. فبالتالي الحاجه بدل ما تنزل الحكومه بتاعت حضرتك تشوف ايه الفجوه اللي حصلت، لا ريحت دماغك وقلت الحاجه اللي تغلى ما تشتريهاش، يعني موتوا وانتوا ساكتين. موتوا وانتوا ساكتين، ده راي بعض المواطنين في اللي بتعملوا فيهم الحكومه وتوجيهات السيد الزعيم اللي بيقول لك الحاجه اللي تغلى ما تشتروهاش. طيب لما يدخل عليك فلوس وعليك ديون فتبدا المفروض انك تقنن امورك، تشوف شويه هنا وشويه لهناك وتمشي يعني تخلي الميزانية معقولة علشان الحياة تمشي.
انما تاخد الفلوس وتبعزق فيها وترجع لجنوحك وهبلك وخبلك اللي انت ماشي في البلد بقاله 10 سنين، يبقى انت مش قصه انك فاشل، انت عايز البلد دي تفضل فاشله. وانت عندك هوس اسمه انا هبني وايوه هعمل وعملت قصور وهعمل كباري، مع ان الناس مش لاقيه تاكل. فخلاص الناس مش لاقيه تاكل يا جماعه، قولوا ان الحكومه، قولوا ان التجار السبب، وخدوا الفلوس وروحوا ابنوا بيها كباري اهو. النقل بتقترح خطه استثماريه للطرق والكباري ب 51 مليار جنيه في سنه. عايزين يعملوا طرق وكباري ب 51 مليار جنيه في سنه واحده. هتقولي طرق والكباري وحشه؟ اقول لك لا مش وحشه، لو ضروريه لازم تتعمل. انما لما يبقى بقالك 10 سنين بتعمل طرق وكباري، وبقالك 10 سنين بتأثر في التعليم، وبقالك 10 سنين بتحمل المواطن فشلك، وبقالك 10 سنين بتاخد من جيب المواطنين لحد ما وصل المرتب مرتبهم دلوقتي 100 دولار الحد الادنى، يبقى لا هدي بقى يا ريس، هدي واقعد على جنب شويه، شم نفسك، وقف الطرق والكباري والمباني واهدى شويه، وعالج الخلل الثاني، عالج خلل الاسعار، عالج خلل المصانع، عالج خلل التعليم. ولما تعالج الحاجات دي ارجع يا عم للطرق والكباري تاني. انما انا ما شفتش واحد كل طموحه في الحياه الطرق والكباري، عليه لعنه اسمها الطرق والكباري، مش عارف كان في حاجه في حياته مرتبطه بالطرق والكباري او فوق الكباري او تحت مش عارف. لان كل مدخول البلد كانت بتفلس، فرحت بعت ارض البلد علشان تاخد فلوس بدل ما توقف الدنيا على رجليها وتسد شويه وتهدي بقى في اللي انت بتعمله، زي ما حتى نصحوك الناس العاقله وقولك وقف مباني شويه. وعندك مشاكل مصايب كنت رايح للافلاس، فلا اول ما يجيله فلوس يقولك احنا نوسع العاصمه الاداريه وادي 51 مليار جنيه في سنه واحده للطرق والكباري. في حاجه غريبه، في خلل مش ماشيه، مش طبيعي اللي بيحصل ده. رغم مليارات راس الحكمه والقروض، المصريين بقى مطلوب منهم انهم يتقشفوا. عموما هنشوف تقرير بالعنوان ده، وبعدها هنسمع من حضراتكم، كلمونا على الارقام اللي قدامكم وقولوا لنا اخبار السلع ايه، اخبار الاسعار اليومين دول ايه، ويا ترى المسؤول عن الازمه الاقتصاديه التاجر ولا الحكومه ولا احنا ولا حضراتكم. هسمع منكم بعد التقرير. رغم مليارات رأس الحكمة والقروض، التقشف ضيف يلازم المصريين. كثيرة هي المليارات التي سمع بها المصريون في الأيام الأخيرة، ومتعددة هي وعود انخفاض الأسعار وصلاح الأحوال التي ألقتهم عليها الأذرع الإعلامية. إلا أن كلام ليل السيسي يذهب على معاناة نهار المصريين، وتتبخر وعود نظامه وإعلامه على وقع الغلاء والفقر والبطالة. فقد زادت الصعوبات التي يواجهها أهل مصر في ظل قيادة فعلت ما لم تجرؤ الحكومات السابقة على فعله، فرفعت أسعار الخبز والكهرباء والوقود. حجتهم التي قدموها كانت الإصلاح الاقتصادي المزعوم، والذي بات من الواضح أنه يذهب بالبلاد لمجهول الانهيار الاقتصادي والقروض وأزمات متعددة لا تنتهي ولا تتوقف. يكفي أن نعلم أنه في بلد بلغ عدد سكانه 105 مليون نسمة، يعتمد أغلبهم على دعم الحكومة لبعض السلع الأساسية اللازمة لتوفير الحد الأدنى للحياة، باتوا في معاناة كبيرة نتيجة لارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الدخل بعد انهيار الجنيه، ما أدى لانخفاض القوة الشرائية لدخل كان يكفيهم بالكاد، حيث ظهرت عادات شرائية جديدة مثل التخلي عن كثير من السلع الأساسية أو التقشف فيها، الأمر الذي تجاوز الفقراء لشرائح كانت تعتبر نفسها من الأثرياء في مصر. وظهرت طرق مختلفة مثل الدفع بالتقسيط، والذي لم يعد مقتصرا على شراء سلع غالية كالأثاث أو الأجهزة الكهربائية، بل تعداها لشراء البقالة والملابس. ومع قرار البنك المركزي الأخير بتحرير سعر الصرف وخسارة الجنيه لحوالي ثلثي قيمته، ينتظر البلد موجة جديدة من غلاء الأسعار، في الوقت الذي يتحدث فيه نظام السيسي عن انخفاض مزعوم وغير منطقي في ظل تضخم تجاوز 35%، وتوقعات بموجة جديدة من
الغلاء الذي يزيد معاناة المصريين. كما جاء قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية برفع أسعار المحروقات مؤخرا بزيادات جديدة ترهق كاهل الناس، تمثلت في ارتفاع أسعار المواصلات وتكلفة الشحن والنقل التي ستؤدي بدورها لارتفاعات جديدة في أسعار السلع المختلفة، بما يزيد من الأزمة في ظل نظام وحاكم يبدو أن آخر ما يهمه هو الناس في بلد أصبحت المعاناة رفيقا يوميا لأهلها. أهلا بحضراتكم، يسعدني أسمع تعليقات السادة المشاهدين. ومعي أول اتصال من ست معالي، أهلا بيكي. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بحضرتك، تفضلي يا فندم. أستاذ أحمد، إحنا في سوهاج هنا الأزمة الوقود يعني مولع على نار، أزمة ارتفاع الأسعار ده دمرنا، السواقين عاملين إضراب في موقف الحويتي بقالهم 3 أيام مش عارفين يدخلوا البلد عندنا في القوانين، علشان خاطر عايزين ياخدوا الأجرة بتاعتهم 4.5 جنيه وعايزين ياخدوها 6 جنيه، اشتكينا للمحافظ اشتكينا في المرور مفيش أي رد، السواقين بيعملوا معاملة قذرة ويرمونا في مقادير لكن بيوها مشي كيلو 300 متر. طب ولما اشتكيتوا يا ام علي حد اتحرك من الحكومة، حد اتحرك من المحافظة؟ ولا أي حاجة ولا أي حاجة. طب ومين هيحل المشكلة اللي بينكم وبين السواقين دي؟ احنا بناخدوها، احنا موظفين الصبح ناخدوها مشي كيلو 300 متر بالظبط من رفوق لحد مقادير عشان خاطر نركب من هناك، وبخمسة جنيه والأجرة 4.5. 5 جنيه. يعني طب انتوا كلمتوا المحافظ؟ كلمتوا المحافظة؟ بعتنا شكاوي على الواتس وعلى الجروبات بتاعة المحافظة ولا حد عبرنا ولا حد عمل أي إجراء. طيب أنا دلوقتي معاكي الهوا، تقدري توجهي رسالتك للجهة اللي أنت حابة توجهي لها رسالة واتفضلي. سيادة المحافظ برج الثقل ارحمنا ارحمنا، حرام خد إجراء، احنا تعبنا، قرية الغواني محذوفة تحت الجبل الغربي ملناش أي مخرج، حرام عليكم، احنا موظفين هنروح ازاي؟ احنا معانا 4 أولاد، كل أسرة معاها 4 و3 أولاد في المدينة، رايحين جايين مواصلات، يعني ايه السواق ياخد من الواحد 1.5 جنيه زيادة عن أجرته الأساسية؟ يعني ايه؟ ولما نتكلم السواقين تهنا وتشتمنا، نعمل أكثر من كده. أشكرك يا معالي، أتمنى السيد المحافظ يقوم بدوره، أتمنى إدارة المرور تقوم بدورها، مش معقول تسيب المواطن عرضة مش بس زيادة أسعار على هوا السواق أو الموقف، بس ده كمان في تعدي وفي اعتداءات وكأن ما فيش في البلد لا ضابط ولا رابط ولا رقيب ولا حسيب، سايبين المواطنين وده ما يصحش وما يلقش. طيب نروح للأستاذ محمد، أهلا بيك. يا استاذ احمد، ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذ محمد، عامل ايه؟ الحمد لله بخير والله، ازي حضرتك عامل ايه؟ الله يخليك يا رب. اخبار السلع الاساسيه ايه؟ لان سياده الوزير رئيس الوزراء بيقول لك ان الاسعار قلت والدنيا تمام وبتاع. مفيش حاجه قلت، كل حاجه في ازدياد مستمر، حتى الناس بدات تستغنى عن الاساسيات نفسها يا استاذ احمد. بس انا عندي تعليق بسيط بس. اتفضل يا فندم. إذا تفضلك، المشكلة أنت أخذت مني حريتي، والله حتى لو صدقت في وعدك وأغني الناس وغنيتني حتى ملوش أي لازمة، ملوش أي لازمة الغنى ده من غير حرية. يعني أنت شايف إن الأزمة الأكبر هي أزمة الحرية مش الرغيف وال طبعا صح. وعلى فكرة يعني كل شيء بيعدي، النظام ده يعني هيمشي زي ما آلاف قبل كده مش من 7000 سنة البلد دي تقع وتقوم تقع وتقوم، أكبر من إنها تقع فعلا، مش حاجة مش فنية ولا عنجهية، بس ده حقيقة فعلا والله. بس المشكلة فعلا مش هتكون أزمة فلوس ومادة وكده، هتكون أزمة أخلاق، لأن العشر سنين دول لا، جدعنة الولاد البلد، الشهامة، الكلام ده موجودة يعني الخير. المشكلة دي يا محمد إن دي الخسائر التي لا تعوض للأسف، لأنها ملهاش ثمن للأسف، هم لعبة ولعبة طبعا. محمد رمضان قدوة طبعا، ربنا يعين الناس، أشكرك، فعلا دي خسائر صعب انك تقدر تعوضها يعني. ابو يوسف من مصر معايا، اهلا يا ابو يوسف. استاذ احمد اهلا وسهلا بحضرتك حبيب، الله يكرمك يا رب. انت حضرتك رئيس، انت بتهاجم رئيس الملوخيه بتاعنا ليه؟ الباشكاتب مصطفى مدبولي؟ لا والله ما انا عارف ان هو ملوش فيها يعني، ده غلبان.
والله هو كل الحكومه عامه يعني بسم الله ما شاء الله يعني بيجيبنا الورق. حضرتك امبارح جمع الراجل بتاع السكر وبتاع البصل وزي ما البلح الكبير قال قول ابي احمد والله فهو جمعهم امبارح واخد بال حضرتك، وكل واحد اقسم، ما هو بقى دلوقتي حضرتك القسم بتاعه خلاص احنا بنمشي بالكلام الكلام الفاضي. دي حكومه رئيس، دي حكومه، ده حكومه ديت دي يعني انا مش فاهم، ده مش حكومه رئيس. انت بتتكلم والله يا استاذ احمد انا على عيني ان انت تقول رئيس الوزراء، ده رئيس وزراء ده؟ لا ده بحكم المنصب، انما مش اعتراف مني بيه ولا حاجه. انا شايفه مش كاتب بصراحه. يوم الدكتور باسم عوده ربنا يفك اسره يا رب، ربنا يفك اسره، ما يطلع ويبقى هو رئيس الوزراء نعرف نتكلم في دوله مدنيه. ده مش دوله مدنيه رئيس، ده عصابه. ربنا يعين مصر. ابو يوسف اشكرك، اشكرك ابو يوسف، كل عام وانت بخير. امبابي ازيك يا امبابي، عامل ايه امبابي يا جماعه؟ فين؟ السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا حاج امبابي؟ الله يخليك يا استاذ احمد، عامل ايه؟ والله تمام الحمد لله. رئيس الوزراء بيقول لك الاسعار هتنزل 20 30% والتجار هم اللي زودوا التضخم مش الدوله ولا حاجه، ايه رايك؟ طب انا بنلف كده كلنا ما بنشوفش اسعار نزلت ولا في حاجه نزلت ولا اي حاجه. وبعدين حضرتك بتقول باش كاتب، طب هم الوزراء تحت منه بقى ايه؟ والمحافظين يبقوا ايه؟ سيبك من الوزراء ينزل ويلف على التجار او السوبر ماركت او الكلام ده، هنخليها مثلا محافظين ولا ننزل تحت تخليها اعضاء مجلس الشعب؟ اذا كانوا هم اذا كان حضرتك هم يكون هم اساسا في منهم تجار سواء محافظين او الوزراء او اعضاء مجلس الشعب، مين هيلاقي شرطه حراميه بيحاسبوا حراميه او نصابين بيحاسبوا نصابين؟ هي الدوله ماشيه كده. فين عماله المستهلك اللي بيقولوا لنا عليها؟ فين الناس دي كلها عشان يراقبوا التجار بتاعتها مردود؟ ده هو تنسيق مع بعضهم كده. وبعدين حكايه الفلوس اللي بتقول عليها حضرتك اللي بيتكلموا على الدولارات اللي دخلت دي، هل فعلا دخلت البنك المركزي ولا طلعت على بره؟ هل فعلا الكلام ده صحيح؟ هم بيضحكوا علينا، طب ما يجيبوا لنا تقرير ويقولوا لنا الفلوس دي دخلت البنك المركزي فعلا عشان نعرف التكلم فعلا الفلوس دي دخلت الدوله. لا لا انا دي هي مش دوله، دي طابوله، حتى والله حتى الطابوله يا استاذ احمد في تلاقي الحيطه بيبقى عارف مين شغال ومين دخل ومين طلع ومين طلع. ادينا بنسمع يا امبابي، ادينا بنسمع بس، انما الواقع بيقول ان مفيش حاجه بتتغير والاسعار بتزيد. ربنا يعين الناس، بشكرك يا امبابي. العابد من مصر معايا، اهلا يا عابد. ورحمه الله وبركاته. عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك؟ ان شاء الله تكون بخير. الله يكرمك ويسعدك. يا ده سيبك انت من اي حاجه، ايه رايك في الاضاءه والملعب والشغل اللي كانوا عاملينه النهارده؟ مش حلو برضه؟ ما شاء الله، الله اكبر، حاجه افتخر بيها. الحمد لله. جميل وافتخر بيه. بس انا اتمنى 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 ان ده يكون في كل حاجه في مصر، يعني المنظر احنا شفناه دوت، اتمنى يبقى مصر كلها كده. انا قادر اروحه، بس هو ده الكلام، اتمنى ان انا الاقي المواطن برضو وضعه الواحد يفتخر بيه وحاجه طبعاً حلوه وجميله. طبعا طبعا، بس اللي احنا فيه بقى في الاسعار دي دعوه للفوضى، يعني اللي احنا دوت. اتفضل يا فندم كمل كلامك. كمل كلامك يا فندم. احنا في دعوه للفوضى، الاسعار دي والوضع الاقتصادي اللي احنا فيه، كل واحد في بيته مش قادر يكفي بيته رغم يعني انت شايف ان في دعوه للفوضى من الحكومه؟ دي دعوه منظمه ممنهجه للفوضى العارمه. الناس مش هتستحمل لا خالص. يعني رايحين كده الحته وحشه خالص، والقرشين اللي جم دول من بره، القرشين اللي جم دول من بره هيتفرتكوا على كوبري على طريق على اي حاجه غير منتجه، ورايحين مشوار وحش. ربنا ينجينا منهم يا رب. بشكرك جدا، بشكرك جدا يا عابد. انا عجبني المنطق ده، دعوه الفوضى اللي بيطلقها الحكومه بان مش مخليه الناس تعرف تسد حاجات بيوتها، فخلاص اللي هو انا مش قادر اعيش فاعمل ايه؟ مش فارقه معايا. يعني لاول مره ووجهه نظر محترمه جدا ان الدعوه للفوضى العامه في مصر بتطلقها الحكومه بالاسعار اللي مش متناسبه ابدا مع حجم دخل المواطن، فالمواطن هيعمل ايه؟ يعني بقاله 10 سنين بيسمع كلامه واستحمل وهيصبروا وسطروا ومش عارف ايه وهتشوفوا دوله جديده، وبعدين انا ما وعدتكوش، انا ما قلتلكيش، عارف انت حافيه على جسر من ذهب الفيلم ده، انا ما وعدتكيش بحاجه،
احنا انا احنا اصحاب، خلينا اصحاب احسن. يعني الحكومه جايه تقول للمواطن ده خلينا اصحاب يا مواطن، والمسؤول عن الازمه اللي انت فيها التاجر مش انا. فالمواطن هيعمل ايه؟ هينفجر في يوم من الايام. مباسم معانا من مصر، اهلا يا مباسم. ايوه ازاي حضرتك؟ ايوه الحمد لله. اتفضلي يا فندم. اللي انتم ما تعرفوش ان اطرب وقير وقف في اسكندريه. انا ما هيطوروا بقى، هيعملوا لكم مونوريل بقى، هيتعمل المترو. طب الفلوس المترو منين؟ ما احنا هناكل مترو يعني. يعني ما هو يعني فلوس المترو منين؟ ما هو يعني ده وقته؟ ما هو الراجل جاب فلوس من بره بقى. بس قراراتكم اللي جايه في الزنق فاهم، وعامل ازمه في اسكندريه جامد جدا 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 بدون اي حلول. ام باسم انت شايفه ان هم بيفكروا في مصلحه الناس؟ ولا هو لما بيطلع في حاجه في دماغهم بيعملوها وخلاص؟ هم في ناحيه، هم في ناحيه والناس في ناحيه ثانيه خالص خالص، هم في كوكب ثاني. ربنا يعين الناس، ربنا يعين الناس. ام باسم بشكرك جدا على اتصالك. محمد من مصر معايا، اهلا يا استاذ محمد. استاذ احمد ازاي حالك؟ الله يخليك يا رب. يعني رئيس الحكومه بيقول لك الاسعار هتنزل والتجار هم السبب، واحمد موسى طالع يضحك ويقول لك يعني هيبهدلوهم هيموتوهم. استاذ احمد انا ممكن، استاذ احمد، استاذ احمد ممكن اقطع بس كلامك، انا اسف ان انا لا انا انا المفروض اسمعك يعني. اتفضل. انا اول مره اخش مكالمه هاتفيه او اشكي حاله حد او اقول حاجه، بس والله العظيم بجد احنا اللي احنا فيه خلاص احنا مش طايقين بجد. انا نفسيا تعبت، مستعد اعمل اي حاجه. فانا ايه اللي تعبك؟ ايه اللي مزهقك يعني قوي كده؟ مش هعرف اتكلم واقول لك ايه وجعتي. وجعتي ان انا معلش يعني انا حاسس ان بني سجون هم اللي بيحكموا بلدي. انا مش مصري، انا بني ادم. انا حاسس ان انا ممكن ادفع علم يهودي عشان اعرف اعيش في البلد دي. انا شايف ان انا خلاص واصل للدرجه دي. انا مش عايز اقسك، مش عايز اخليك تفقد الامل، بس انا اللي انتوا فيه انا متابعه بقالي يعني اكتر من 10 سنين. انا متابع قنواتكم ومتابع الفكر اللي انتوا بتقولوه. انا سواء توك توك، انا تعليم متوسط ولا يعني اجدع ناس. اجدع ناس يا محمد، هي مش بالتعليم صدقني، مش بالتعليم. اب لثلاث اولاد، شايل حمل اسره اكتر من 9 افراد. ما تسالنيش ازاي، هما امي واختي وعيالها وانا فربنا يعين كل واحد على اللي هو فيه. بس اللي احنا فيه ما ينفعش سكوت بجد، ما ينفعش سكوت. وانتوا لازم تعملوا لنا اي حاجه، مش هينفع نقعد نتفرج عليكم ونفضل ساكتين ولا نشوف حاجات على النت ونشوف فيديوهات ونشوف حاجات ملهاش لازمه. بجد لازم يبقى في حركه. الشباب اللي طالع شباب تايه. محمد انا بس عايز ارجع لبيتك، عايز ارجع لبيتك. انت اتكلمت عن اسره كبيره جدا، انت دخلك قد ايه وعايش ازاي؟ دخلي انا موظف، بقول لك انا كنت موظف وسبت الوظيفه ورجعت لشغل سواق توك توك. يعني انت متخيل يعني؟ طب ده بيكفيك؟ مش عارف اكلمك. بيكفي الاسره الكبيره دي؟ فضل ونعمه، فضل ونعمه. انا احسن من غيري بكتير، الحمد انا احسن من غيري بكتير. على الاقل بنزل بلاقي مصاريف بيتي، يعني بحاول ان انا اجاهد عشان اجيب مصاريف بيتي. يعني ممكن اشتغل من الصبح من الساعه 6 الصبح لحد الساعه 12 بالليل عشان اكفي مصاريفي البيت. انت مش متخيل حاجه. يوصل كام مثلا في اليوم دخلك؟ مش عايز اعظمها واقول لك مثلا انا ممكن افضل شغال لحد ما اجيب 300 جنيه او 350 جنيه، ابقى كده انا عملت يعني فرصة. صافي صافي ولا قبل المصاريف؟ لا 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 لا، الكلام ده ان انا صافي، ان انا اديه لامي ومراتي وبيت، ان انا اقدر اكفي البيت كله. اقدر اكفي الست بقى اللي هناك والثلاث بقى اللي هنا. انا اسف ان انا بتكلم معاك بالطريقه ديت، واسف ان انا بحكي الكلام ده. ليه اسف؟ ليه اسف؟ لا 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 يا محمد، من حقك، من حقك تقول، ومن حق اسمع منك، ومن حقي كمان، ومن حق الناس يعني نفهم ايه اللي حصل عندك. ولو وانا عندي سؤال حاسس ان هو ممكن يبقى طويل قوي انك ترد عليه، بس انا عايزك تختصر الاجابه لما اسالك واقول لك يعني هي الحكومه دي ظلمتك في ايه؟ ظلمتني في ايه؟ انا مش هكلمك عن ظلم انا لنفسي، ظلم الجيل اللي طالع دوت، ان انا اروح ان انا اكشف لابني عشان اخد بس الدواء بتاع السخونيه،
لازم ان انا ان هو يرفع ده يعني التذكره اللي هي كانت بجنيه اللي هو يعني ده 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 نفقت على نفق الدوله. انا كنت بدفع تامينات وانا شغال في الوظيفه وفاهم يعني ايه. والدي كانت شغال في الحكومه وبيدفع تامينات لينا ولاسرتنا كلنا كده. الكلام ده كله ان انا اروح عشان ادور على اشحت لابني على على عشان ازاله الدواء. انت فاهم قصدي؟ للاسف فاهم. انا مش عايز اطول عليك، مش عايز اطول عليك واخد حق غيري في كلامي، بس بجد انا يعني عايزين حل، عايزين حل. بلاش تقعدوا قدام عينينا عشان انا بجد يعني فاكرين انا شايفه شايفكم بتقدروا رسالتكم ودي حاجه كويسه مش 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 حاجه وحشه. بس عايز حل، عايزين حل. حاضر. يعني كتر خيرك انت. انا فاهمك، انا فاهم كلامك والله. وستاذ انا مش عايز اوضحها على الملأ لان كلامي هيبقى فيه عشوائيه مش هعرف اوصل. لا 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 ما شاء الله عليك يعني. لا ما شاء الله عليك، انت موصل فكرتك بمنتهى الرقي والادب يعني. انا مش متعلم لدرجه علمكم يعني. لا يا عمي هي مش يا محمد حياه الدول اكتر من يعني. انتوا درستوا تاريخ وفاهمين اللي مر على مصر ايه يا محمد. انا بتعامل معاك، انا لامس عندك يعني رقي يعني انت مهذب جدا يعني في لما كلامك. اشوف مستقبل عيالي، انت فاهم يعني لما اشوف مستقبل عيالي اللي طالعين هيبقوا في رعايه ماليشيا العرجاني وصبري نخنوف كفاية حاجه؟ صح، من حقك تخاف ومن حقنا كلنا نخاف ولازم نخاف. ده مش من حقنا، ده واجب علينا نخاف على بلدنا وعلى عيالنا وعلى حاضرنا ومستقبلنا. انا بشكرك يا محمد على كلامك المهم جدا والمحترم جدا المقدر جدا اللي بيعبر عن ملايين، عن عشرات الملايين من الشعب المصري اللي مش قادرين يعيشوا واللي كبريائهم وجدعنتهم مش مخليهم يسألوا او يوضحوا او يعني يعرضوا حالهم الصعب على الملأ. انا فاهم ده، انا عارف ولاد بلدي الجدعان، عارف الناس اللي عندها عزة نفس، انا عارف دول كويس قوي. دول ملح الارض في بلدنا، دول الخير والبركه والله العظيم. الناس اللي عندها الحياء، الناس اللي هم يعني يقول لك لا احنا احسن من غيرنا الحمد لله. انا عارف الناس دي كويس، والناس دي كمان بتخاف دلوقتي على مش على نفسها، بتخاف على عيالها ومن حقها تخاف على الوطن اللي مستقبله ممكن يبقى في ايد زي ما قلت العرجاني ونخنوخ، وتبقى جمهوريه العرجاني ونخنوخ وشركاه. شكرا يا محمد على رقيك وعلى ادبك الجم في طرح المشاكل. اشكرك وبشكر وجودك معانا. ابراهيم من مصر، اهلا يا استاذ ابراهيم. ازيك يا ابو حميد، عامل ايه؟ طمنا عليك. تسلم يا رب، تسلم. الف سلام عليك يا حبيبي. الف سلام عليك. الله يسلم. المهم يا احمد، الاسعار اللي بيقولوا هتنزل، هي هتنزل لفوق. مفيش حاجه اسمها بتنزل بتجيب ورا ابدا، كله بيطلع قدام، مفيش مرشدين فيها ابدا يا احمد. الخامات مش عارفين نشتغل، الخامات بقى ثلاث اضعاف يعني يمكن 100 ضعف. اروح عشان اطلع مع زبون اجيب له اوضه نوم، عريس بيبدا من يعني بيبدا حياه، اروح الاقي في المناصر الاوضه اللي كنا بنجيبها ب 18 و19 و20 الاقي ب 55 و75. الواد قال لي لا مش هجوز، راح واخد بعضه وماشي. من البلاوي اللي قدامنا، من الحاجه اللي قدامنا، ما فيش حاجه اسمها جينا ورا. هو الحل اللي محمد زي ما قال، الحل في ايدينا احنا يا شعب، في ايد الشعب المصري. ممكن موضوع غزه يخلص بايد الشعب المصري، ممكن كل حاجه تخلص، توقف كل واحد عند حده، في ايدينا احنا يا شعب. لو الشعب تكاتف كرجل واحد ومسكوا كل حاجه هترجع لطبيعتها. غزه هتكون منتصره باذن الله، هي منتصره، بس هرجعت لمغزى في اللفظ الكلاب اللي هم بيموتوا اطفالنا وكل ده على مكانهم زي ما قال الله يرحمه. لن نترك غزه وحدها. وفي ايدينا، شفت انت الرجاله بتاعت المطريه؟ كل شارع في مصر هو المطريه، هم مستنيين اللحظه. ما تفكرش ان هم نايمين، لا ابدا والله يا احمد مش نايمين، هم مستنيين اللحظه. وقربت زي ما الاخ قال لك امبارح، احنا ان شاء الله احنا عايزين العيد هو البدايه بتاعتنا باذن الله في صلاه العيد في كل مكان في مصر، وبندعو من هنا في كل مكان في مصر. نزلنا الشارع ما نطلعش منه ابدا. الله يسلمك يا ابراهيم. انا عايز اقول لك، انا عايز اقول لك هيبقى في العيد، هيبقى في يوم تاني، بس اكيد صبر الناس وغلبهم ده مش هيستمر كتير. بشكرك جدا
انا يا جماعه بس عايز اقول لكم اخبار، يعني بحاول ادور على حاجه عدله بس حتى الكوره مش عارفين يبقوا عدلين فيها. النهارده الجنيه نزل تاني قدام الدولار، وده نتيجه للعبه عبقريه لعبها السيسي واللي معاه. شوف معايا التويته دي عشان تفهم ايه اللي حصل. الدولار ارتفع امبارح جنيه كامل علشان بعض المستثمرين الاجانب اللي اشتروا اذون خزانه لما الدولار نزل من 50 ل 46 ونص، لقوا نفسهم محققين ارباح حوالي 7% في اسبوعين، فباعوها ونفدوا بجلدهم. منين الارباح دي؟ من جيوبنا. حجم المهازل بيعكس مدى غباء النظام. الحقونا يا جدعان. انت متخيل؟ عملوا فتحوا الباب للاموال الساخنه. الاموال الساخنه دي خدعه كبيره وكارثه ومصيبه بتحل على اي اقتصاد في العالم، وده اللي النظام السيسي قاله، الاموال الساخنه دي مش هنفتح لها تاني وبهدلتنا. فتحوا لها الباب تاني دلوقتي، وجت هي اللي حركت سعر الدولار جنيه مره واحده. ليه؟ حطوا فلوس، جابت قرشين، يلا سحب فلوسه ومشي مع السلامه، باي باي. ليه؟ لانه مش ابن البلد، مش فارقه معاه. وخد بالك لما اقول لك مش ابن البلد ومش فارقه معاه، ده ما عندوش مشكله اقتصادك يقع، بلدك تولع، مش فارقه معاه. علشان كده دايما بنقول الاقتصاد الوطني مهم، وما يبقاش فيه سيطره لدول اجنبيه. اجنبيه دي يعني غير مصريه، مش اجنبيه دي يعني اوروبيه ولا امريكيه، لا، الامارات اجنبيه والسعوديه اجنبيه، كله اجانب. طالما ما انتش مصري تبقى انت اجنبي عننا. لما يسيطر، ودي لعبه لعبوها قبل كده في تركيا بالمناسبه، سيطر على قطاعات وهوب وقع الدنيا وتعمل لك ازمه اقتصاديه. هل هم فاهمين ده؟ لا، هم فاهمينه وعاجبهم عشان يفضلوا هم في توامه كده، الجيش والاموال الخليجيه، عشان لو جه مدني يوقعوها. ممكن، ممكن يبقى الفكر كده، بس دي تبقى خيانه بالمناسبه، انك بتتامر على بلدك وشعبك مع اطراف خارجيه. طيب تعالى شوف برضو، انا موضوع كلمت حضراتكم عنه امبارح مستفز قوي. يقول لك كاس العرجاني. ايه كاس العرجاني دي؟ انا اسمع كاس مصر، مش عارف ايه كاس العرجاني. ايه؟ مين العرجاني؟ مين العرجاني اللي عامل شركه وعامل مافيا وعامل قوات وميليشيات؟ مين العرجاني اللي قتل ضباط وجنود مصريين في سيناء قبل كده واتقبض عليه واتحكم عليه وطلعوه الباشوات عشان يستخدموه يبقى قائد ميليشيا زي حميدتي في السودان؟ دلوقتي يا سيدي بيعمل كاس العرجاني في ملاعب النادي الاهلي. شوف معايا المشهد ده على طريقه جمال مبارك، نشوف التويته اللي كتبها موسى، بيقول لك ايه؟ فكرني بشوبير في دورة الحزب الوطني الرمضانية في بترو سبورت لما كان بيقول لك جمال مبارك حبيب الملايين، بس الدور ده قايم بيه الكابتن سيد عبد الحفيظ، واقف قدام عيل. ده عيل يا سيد، عيل. ده انت كنت كباتن الاهلي بيقفوا قدامك حاطين وشهم في الارض. سيد عبد الحفيظ واقف قدام الواد عصام ابن العرجاني يقول له حضرتك ولا الحاج، وبعدين قال له انت اللي هتعمل الضربه، يعني حضرتك هتعمل ضربه النهايه. حضرتك مين يا سيد؟ حضرتك ده ابوه عنده ميليشيا وقاتل جنود في الشرطه المصريه. حضرتك ده بيتاجر في المخدرات وطارت زنبيه تشهد عليهم. اللي واقف تقول له حضرتك ده عامل شركه عشان ياخد اتاوات من الفلسطينيه وهم طالعين من غزه، بيدخل مليون دولار في اليوم من دم الناس. وسيد عبد الحفيظ واقف جنبه زي يقول له حضرتك. شوفوا معايا المشهد. العرجاني اسم كبير جدا، اسم كبير وله معاني. ان شاء الرحمن باذن الله ايا كان الشركه اللي هتفوز بيه او الفريق اللي هيفوز بيه ان شاء الرحمن يبقى يستحقه بالتاكيد. لكن على وعد بقى اليوم اللي يرفع الكاس يبقى مفاجاه من عند حضرتك بقى، تشوف لنا مين اللي ممكن يجي، حاج ولا حضرتك مش عارف. نخليها مفاجاه. فنخليها مفاجاه. طيب. بس ده وعد منك باذن الله. ده وعد منك ان شاء الله. يبقى ضربه البدايه انت هتعملها ان شاء الله، حضرتك هتعملها، والنهايه باذن الله اللي يرفع الكاس او هيسلم الجوائز باذن الله يبقى الحاج وحضرتك باذن الله تعالى. اكيد يا كابتن. طيب. الحاج او حضرتك. والله العظيم حاجة تحزن يا كابتن سيد. أنت مدير كورة في النادي الأهلي وكنت لعيب كبير وراجل يعني ليك كلمة. آخرتها تقف قدام عصام ابن إبراهيم العرجاني بتاع الميليشيا تقول له حضرتك، يعني أنا مكسوف لك سلف يا سيد عبد الحفيظ. أه صحيح دلوقتي منتخب الضحك. منتخب الضحك ده ترند مصر دلوقتي، منتخب الضحك. ممنوع الضحك يا جماعة. أنا شفت مشاهد من الماتش بصراحة، يعني إيه ده؟
انا شفت معلق في الدقيقه الثالثه 3:30 ثم ادوهم 4 دقائق وقت بدل ضايع الدقيقه 3:30 لما محمد عبد المنعم حط الجون الثاني قال ايوه بقى يا جماعه عايزين الجون ده هيخلي الملعب يختلف والاداء هيعلى. ده مين يا جدع انت؟ اداء في نص دقيقه؟ انتوا ما بتبطلوش في رمضان، انتوا برضو شغالين في الصنف في رمضان. منتخب مين وبتاع مين؟ ورينا كده. بص اهو اول حاجه، اول هاشتاج في مصر دلوقتي منتخب الضحك. منتخب الضحك. غزه الان موجوده اهي برضو، غزه هناك اهي، غزه قبل حسام حسن طبعا. غزه لازم تبقى قبل اي حد. الناس بيتهمونا ان احنا عشان بنتهم بغزه بنهتم بغزه ما بنهتمش بمصر. لا يا جماعه، اهتمامنا بغزه جزء اصيل من اهتمامنا بمصر. اولا عشان احنا مصريين جدعان، سيبكم مصريين اللي جاله الالكترونيه والعيال الصيصه دي، احنا اولاد البلد، وغزه دي في عيننا، واللي بيننا وبينهم اكبر من اي حاجه ومن اي حد ومن اي كلام ممكن يتقال. انما ان نسيب الناس تتقتل ونروح، مش منظر يعني، مش احنا. وبعدين اهتمامك بغزه ده اهتمامك بالامن القومي المصري، مش هقول لك بقى القدس وشرف القدس وشرف فلسطين وده حقيقه، كمان اهتمامك بغزه وصمود غزه وقوه غزه وثبات غزه ده حفظا للامن القومي المصري. لان في ناس لسه بترسم خريطه دلوقتي من النيل والفرات وبتاع، كانت موجوده يعني. ادخل على السوشيال ميديا هتلاقي الكلام اللي بقوله لك ده الناس بتتكلم فيه، وحبيت اوصله لحضرتك عن طريقه. طيب بالنسبه للاموال اللي دخلت مصر من الاتحاد الاوروبي، عندي صحيفه نمساويه هنا تتكلم عن الفلوس دي وهم ادوها للسيسي ليه. صحيفه نمساويه، وانتوا عارفين طبعا ان الصحافه في النمسا يا اخوان مسلمين زي ما انتوا فاهمين. ماهر الرشيدي جايبه ونقله عن الصحيفه النمساويه، بتقول صحيفه نمساويه كاتبه ان صفقه بين مصر والاتحاد الاوروبي يتم من خلالها اعطاء مصر 5 مليار يورو مقابل ان مصر تمنع تسلل اللاجئين عن طريق البحر المتوسط. من الوهله الاولى تقول مبلغ كبير، لكن للاسف الحكومه المصريه بتطبق المثل اللي بيقول من رضا بقليل وعاش، ونسيت الاتي: واحد، تكلفه زياده اعداد حرس السواحل. 2، تواجد اللاجئين بمصر حيث التعليم ابنائهم والرعايه الصحيه. 3، ارتفاع معدل البطاله اللي يؤدي الى ارتفاع معدل الجريمه. 4، ارتفاع الاسعار لان المعروض اقل من المطلوب بسبب الزياده السكانيه وغيره مما يضر بمصر من جميع النواحي. بتكمل مي الرشيدي. لا ده مش مي بقى، كلام مي خلص هنا. اسمحوا لي انا يعني الالماني بتاعي بعافيه شويه، بس هنا اهي في فوق ايو اللي هي الاتحاد الاوروبي، باكيت ميت اجبتن اللي هو الباكيت اللي هي المساعدات اللي ادوها ميت اجبتن اللي هي الى مصر. ده العنوان ودي الجريده النمساويه، بس عشان لو حد طالع يشكك. لا يا عم، النمساويين اللي بيقولوا وما لهمش علاقه لا باخوان ولا باخوات ولا بحد خالص، ولا ليهم علاقه بقى بالهبل بتاع الواد لؤي الخطيب والواد مبارك والعيال الملزجه دي اللي طلعت تقول لك شعروا بقيمه مصر. لا، قيمه مصر من قبل ما انت وابوك واللي جابوك ويبقوا موجودين اصلا. قيمه مصر دي كبيره. انما هم دلوقتي لقوا ان في عسكري غشيم عايز قرشين عشان خاربها، قالوا تعالى يلا خد فلوس اهي، ومش عايزين لاجئين يجولنا، وعملوا كده مع تونس. بس القصه كده انك تشتغل غفير، لو بتشتغل غفير كويس جربوك في غزه فلقوك شغال كويس. بالمناسبه شفت فيديو في صحيفه اسرائيليه، في تلفزيون اسرائيلي، قناه اسرائيليه، بيتكلموا عن الدور الدرامي اللي لعبه عبد الفتاح السيسي على الشعب المصري، وجابوا الفيديو اللي هو بيقول انا امنع اهل غزه ما دخلش الاكل، اقول ايه لربنا. قالوا ان اداء السيسي في المشهد ده بيفكرهم بالافلام المصريه القديمه، بس اداء هابط لانه مش على حرفه عمر الشريف ولا رشدي اباظه ولا حتى اسماعيل ياسين. قالوا انه اداؤه تافه جدا، وان هو من قراره نفسه وبكلامه مع نتنياهو مش عايز يدخل لغزه ولا حبايه رز واحده. ده كلام الاسرائيليين. هتقول لي يا ابو سمير هتصدق الاسرائيليين دلوقتي؟ لا، انا هقول لك، انا بنقل لك اللي هم قالوه. خلي السيسي يطلع يلغي الكلام ده، او يعني يقول الكلام ده ما حصلش. ازاي؟ يفتح المعبر. افتح المعبر، لا تدخل بني ادمين ولا تدخل سلاح، دخل اكل وميه ودواء.
ما فيهاش اي حاجه ولا انتهاك لاتفاقيات ولا افتح المعبر، خليك راجل، خلي عندك مروءه او حته من المروءه، ودخل الناس تاكل وتشرب. يعني لما الكفار قطعوا النبي صلى الله عليه وسلم في شعب ابي طالب، بعض الكفار دول هم قريش يعني المروءه قالوا لا هنترك اهلينا، نسيب اهلنا محاصرين في شعب ابي طالب وهم على دين غير الدين، ما بالك يا عبد الفتاح، ما دول اهل غزه اللي ابنك بيطلع منهم سبوبه كل يوم مليون دولار على دم الجرحى. كل ما نعمل مصيبه نبتلى في مصر بحاجه، كل ما نرقص على دم نبتلى في مصر بحاجه. يا ترى الضريبه اللي هندفعها هتكون قد ايه على دم الاتنين ونص مليون اللي احنا مشاركين في حصارهم، واللي هيطلع يتنطع ويقول لك ما احنا بندخل مساعدات؟ لا، غزه عندها مشكله كبيره في الدنيا ان عندها معابر مع اسرائيل ومعبر واحد مع ارض عربيه اسمها مصر. السيسي قافل المعبر ده. هتقول لي ما هو لو عملنا فتحناه هيحاربونا. مرسي فتح المعبر ولها انهى الحرب في اقل من اسبوع وما حصلش حاجه. احنا بس محتاجين راجل يكون بيحكم البلد مش حاجه تانيه. طولت عليكم، هعرض لكم بس فيديو قبل ما نختم جديد الحرب في غزه بالروايه الفلسطينيه اللي بتمثلها المقاومه الفلسطينيه وعلى راسها كتائب الشهيد عز الدين القسام الزراعه العسكريه لحركه المقاومه الاسلاميه حماس، ورواية الإسرائيلية بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي. نشوفها في الفيديو ده. جديد الحرب لشرق بيت حانون شمال قطاع غزة، دك قوات العدو المتوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بقذائف الهاون، استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع مركافة بقذيفتي تاندوم، واحتراق إحداهما بالكامل في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ثانيا، كما أعلنها الجيش الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أكثر من 60 هدفا في غزة خلال 24 ساعة. قوات الجيش الإسرائيلي وقوات الشباك تواصل القتال في منطقة الأمل والكرارة. تم القضاء على العديد من المقاتلين بالإضافة إلى العثور على عبوات وقنابل يدوية وأسلحة وسترات والكثير من الذخيرة. إيه الوضع في غزة؟ الوضع شعب بيجوع ويقصف ويباد، ومقاومة تصفها يعني دوائر سياسية وعسكرية في إسرائيل أنها مقاومة مستبسلة غيرت الواقع، انتصرت في 7 أكتوبر ولا زالت قادرة على إحداث الضرر بجيش الاحتلال الإسرائيلي، هكذا يوصفها عسكريين ومنهم إسرائيليين بالمناسبة. الحاصل في غزة، عايز أقول لك بس لو أنت درست التاريخ، لما يجي تغيير وضع معين في العالم بيحتاج حاجة اسمها الإرهاصات. الإرهاصات دي المقدمات، وبعد شوية تغيير الواقع، وبعد كده النتائج بقى اللي بيمشي عليها الواقع الجديد. فاللي بيحصل في غزة هو تغيير الواقع. هتقول ايه ده هدمه وقتله، هقول لك هو دايما بيحصل كده. الحروب الكبيرة بيعقبها تغيرات كبيرة في المنطقة او ربما في العالم. اللي حصل في غزة واللي حاصل على مدار ال 172 يوم مش بس عدد شهداء، لا، في حاجات كتير هتختلف بعد ما تخلص الحرب دي، وان شاء الله تخلص وربنا يحقن دماء الناس. بشكركم، وما تنسوش تدعوا لاهل غزه على افطاركم وفي التراويح وفي صلاتكم وفي صلاه الفجر وفي كل وقت. اهلكم في غزه، اهلكم لحمكم ودمكم، مش حد غريب عنكم ولا انتم غريبين عنهم. شكرا لحضراتكم، رمضان كريم، اشوفكم بكره على خير، السلام عليكم في امان الله.